عشية الأحد الثالث من الخمسين المقدسة من مزامير أبينا داود النبي. أحببت أن يسمع الرب صوت تضرعي، لأنه أمال بسمعه إلي، فدعوته في أيامي. هللويا. من إنجيل معلمنا يوحنا البشير. ثم كلمهم يسوع أيضا قائلا: أنا هو نور العالم، من يدعني فلا يمشي في الظلمة بل ينال نور الحياة. فقال له الفريسيون: أنت وحدك تشهد لنفسك، شهادتك ليست حقا. أجاب يسوع وقال لهم: إني وإن كنت قد شهدت لنفسي فشهادتي حق، لأني أعلم من أين أتيت وإلى أين أذهب، وأما أنتم فلستم تعلمون من أين أتيت ولا إلى أين أمضي. أنتم حسب الجسد تدينون، أما أنا فلست أدين أحدا، وإن أنا دنت فدينونتي حق، لأني لست وحدي بل أنا والآب الذي أرسلني. ومكتوب أيضا في ناموسكم أن شهادة رجلين حق، أنا أشهد لنفسي وأبي الذي أرسلني يشهد لي. فقالوا له: أين أبوك؟ أجاب يسوع: لا أنا تعرفونني ولا أبي أيضا، لو كنتم تعرفونني لعرفتم أبي أيضا. هذا الكلام قاله في الخزانة وهو يعلم في الهيكل، ولم يقدر أحد أن يمسكه لأن ساعته لم تكن قد جاءت بعد. والمجد لله دائماً.